So what is the هنا sign indicating أكيوت مع دول. the acute hepatic decompensation؟ وفكرنا هي فيها ال الهيباتوميجالي والسبلينوميجالي لازم تاخد بياخدوا وقت. نوكيا برضو هتاخد وقت. اللي كانت ممكن يعني بالنسبة لي مش واضحة قوي، يا إما دي يا إما دي. لا هو بيقول ان الاستريكسس ده اكيوت، مش محتاجة وقت. تمام، مش محتاجة وقت. لا وكمان الجوندس بس مش من الخيارات، هي كاتبها تحت جوندس برضو اكيوت اكيوت. تمام، والاستريكسس correct answer is asterixis. The patient chronic disease can suffer acute decompensation which can be due to hepatic or systemic cause. During decompensation, patient may become more confused with worsening encephalopathy, developing ascites and jaundice may worsen. Hepatomegaly occur with the chronic rather than acute decompensation. Splenomegaly happen with portal hypertension following a chronic liver. Leukonychia occur in a chronic liver disease as well. هما دول الساينس، هي ساينس decompensation. الاسستريكسس والجوندس والهيباتيك انسيفالوباثي والكونستريكشنال ابراكسيا. طبعا احنا بنعمل الكوز بتاع الديكومبنسيشن من عن طريق بلاد تيست، ممكن يبين لنا انفلاميشن تقريبا مثلا، يعني انفكشن دراج زي دراج انديوسد مثلا، ريكتال اكزامينشن لو كان في ميلينا برضه او انستيجيشن، وسيبتك سكرينينج. البلاد تيست حد وقت حاجه البلاد تيست يمكن، او مثلا زي ايه نجينا من هنا بليروبين ممكن تأكد أو سي بي سي. طيب خلينا ناخد سؤال تاني، السؤال ده طويل، ناخده ريترو بريدنج كده، رأيكم الأسئلة اللي بتبقى طويلة قوي دي؟ تمام. هو عاوز ال what is the single most likely diagnosis، والألترا ساوند فيها برايت ايكوجينيك ايمج، السامة والاي ام اي والانا، الانا بوزيتيف، الكبر نورمال، الايرون ستادي نورمال، عنده بس الانا بوزيتيف، نزل الاتش اي في نيجاتيف، الهيباتيتس سي انتي بودي نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. البوزيتيف هي السيرفس انتي بودي which is انه هو vaccinated. السيرفس انتيجين نيجاتيف، الفاستين كوليسترول 3.8، الاتش بي اي 1 سي ريزد 66، التوتال بلايروبين 76، الادجستد كالسيوم 2.3، والكالسيوم 2.12، الالبومين كويس، الاي اس تي كويس، الاي ال تي عاليه، الاي ال تي ريزد، الكالين فوسفاتيز نورمال، البلايروبين نورمال، الكريات نورمال، اليوريا 5، بوتاسيوم 3.9، السي بي سي كويس، الاتش بي والبليتلت تمام. نشوف شوية. طب معلش نرجع للاختيارات كده، يعني هو كل ال هو انا بوزيتيف بس صح، ومعاه بس ايه، ومعاه دي ارينجد ليفر انزيم دي ودايابيتس هو شكله. ماشي طب خلينا نقرا الكيس. انا والايرون نورمال يعني مش هيموكروماتوسس، معاه دايابيتس. لو قال لنا مثلا بودي ماس اندكس كتير او هو اوبيز زي ما هو نوتد تو بي اوبيز، يبقى انا مش هكمل الكيس كده. هي ايه يبقى ايه معايا؟ تمام، نان الكحوليك. نان الكحوليك بالظبط، نان الكحوليك ستياتوهيباتيتس. بس احنا لازم في الامتحان نعمل كده برضه، يعني في حاجات ممكن ايه تتحل بالطريقة دي.
This lady has developed non-alcoholic NASH. She has features of metabolic syndrome, diabetes type 2, obesity, hypertension, dyslipidemia, absence of alcohol consumption with point against diagnosis of alcoholic hepatitis. And in the presence of raised ALT relative to AST. يعني هنا في الكيس الـ ALT أعلى من الـ AST. والهايبركوجينيك ultrasound appearance is strongly in keeping with NASH. The hepatitis serology is red herring. The presence of surface antibody with the otherwise normal serology is keeping with the previous hepatitis B vaccination. كويس، كله جديد اهو، او كي جديد اللي هو الهايبر ايكوجينيستيك او الايكوجينيك الترا ساوند. ده برضو ايه يعني يقول لنا ان في يعني اللي هو نون الكول فاتي ليفر يعني. تمام، قرأناه طبعا قبل كده فنعديه. هنا عاوز خلينا ناخده من المستر يعني. Diagnosis. اوكي، نشوف الانفستيجيشن. البي تي 24، الالبومين 30، الجاما جي تي ريزد، الاي ال تي ريزد، الالكالين فوسفاتيز فيري فيري هاي، البلايروبين هاي، كريات 59، بيليروبين هاي، الكريات 59، اليوريا 2.9، البوتاسيوم 3.3، الصوديوم كويس، البليت للدبليو بي سي، الاتش بي شوية 11. تمام، كأنه اوبستراكتف هنا. اكزامينيشن ايش الجامل؟ تمام، اكزامينيشن اوكي. 34 سنة، اولد Permeborous women on her third trimester of pregnancy, present with fatigue and severe itching, which has been worsening over 3 weeks. She is otherwise well. Past medical history in childhood, eczema and hay fever, for which she takes occasional antihistamine 4. No family history. Okay. Does not smoke. Don't drink any alcohol. عندها jaundice كليرة. Excoriation, trunk and arms, cardiovascular abdominal examination, كله normal examination. So this is شو اسمه؟ cholestasis. احنا لو قلبنا السؤال ده كانت كنا حليناه من غير ما نبص على الانفستيجيشن. pregnant قلنا واحدة من اثنين، يا اما فاتي يا اما اللي هو الانترهيباتيك. الانترهيباتيك بيبقى مع الاتشنج مميز لي. اللي دعم القصه دي برضو دي الارنجمنت اللي حصل هنا، فاحنا هنمشي مع الانترهيباتيك كوليستيزيس في البريجنانسي، ومش جايب الفاتي اصلا هنا معاه. The most likely diagnosis intrahepatic cholestasis of pregnancy. This is rare condition in which roughly half of patients experience mild jaundice and itching in the third trimester. Furthermore, there can be prolonged prothrombin time and increased tendency to bleed. The blood tests show classical cholestatic picture with high alkaline phosphatase. هي انترهيباتيك، فتأثر على البروثرومبين تايم، هتعمل برولونجد. ده برضو اكلولي برضو. ده هنا كان ايه في الفين ريز بيليروبين دي ماشي، البيليورايتس ماشي، قلنا منوراش بس ده سكراتشنج تقريبا مارك. تمام، هنا بيدور على النكست ستيب مانجمنت. ماشي. He is transfused to unit AE, given two units of fresh frozen plasma to correct his coagulability. He is also given
تازوسين 4.5 جرام، تلبريسين اوكي افتر ديسكشن وذ ان كول جاسترونتيرولوجيست هي از تيكن فور او جي دي ويتش شو بليدنج اسفاجيال فاريسز، هي هاز 5 باندز ابلايد، عمل 5 باندز ابلايد تو فاريسز بات ذا اندوسكوبست از ان ايبل تو ستوب بليدنج. He is returned to the ward where he continued to have hematemesis with low blood pressure and ongoing tachycardia. يعني الطيان معاه كل حاجة كده. يعني البند حتى البند ما نفعش معاه. عمل resuscitation وتعمل له band ligation ومع ذلك هو uncontrolled. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هو بيقول استنجس تيكن بلاك موريتشوز. لو فشل انا هروح للتيبس، هروح للتيبس أيوة. بس انا كلايف سيفنج لازم استخدم استنجس تيكن عشان اقفل البليدنج، الدم اللي قاعد ينزل ده وانا مش عارف اعمل له كنترول. هتبقى زي مرحلة كده انتقالية كده وبعد كده هيخش على التيبس ده. هتلاقي الناس اللي كتبت التبس غالبا ممكن اكتر ناس غلطانة في التبس. الخطوة اللي بعدها This gentleman has had large varicose bleeding. This is reflect in his low HP and high urea. هو دايما بيقول upper GIT bleeding اول حاجة تنقص، اول حاجة ترتفع اليوريا وينقص ال HP. He is initiating management is appropriate and if hemostasis cannot be achieved then the next step is determined by the patient. If he is stable then repeated OGD can be performed to try and stop bleeding. But if he is unstable then tamponade of varices with Sanger's taken black mold tube is needed whilst the patient is resuscitate. A tips may be potential treatment option in this patient but would usually follow Sanger's taken tube. بعد Sanger's taken بيعمل التيبس لو في حالة فشل يعني التيوب. بس هي Sanger's taken مش علاج، هي اللهم زي هي زي حاجه بتتنفس بتعمل بريشر على اماكن البليدنج بتوقفه يعني كحل مؤقت. هو كان هنا كاتب هو ترانزيانت، كان جايب قصه ترانزيانت ولا مش قايل كده وايلست. وايلست يعني نيدد وايلست لغايه دي يعني بتتحط لغايه ما حاجه تانيه تعمل الكنترول يعني دي. طيب شكرا يا دكتوره منال، ربنا يبارك فيك. دكتوره سلمى صح دورك؟ ايوه. طيب ماشي يا فندم. بسم الله. 50 year old lady is seen in emergency department with abdominal pain and vomiting. She has had generalized colic abdominal pain worsened in the center of her abdomen for the last 2 days. She started vomiting 6 hours ago and has unable to keep fluid down. She has not opened her bowel for 3 days and her abdomen has become distended. She does not recall passing colitis today. She is known to have ovarian cancer with metastasis for her bone, liver and peritoneum. She has عندها metastasis لكله liver والبروتينيوم. She has had previous abdominal hysterectomy and bilateral salpingectomy and 2 previous course of chemotherapy. She has no other past medical history. On examination, she has diffusely tender tympanic abdomen with no rebound or guarding. She has bowel bubble peritoneal nodule. 2 centimeter liver edge, mild shifting dullness, bowel sound are hyperactive. She has reduced air entry at both lung, at both bases, lung bases, mild ankle edema, and abdominal X-ray demonstrate dilated loop of small bowel and evident
an evidence of ascites. A CT scan of the abdomen with contrast show small bowel obstruction with ileal transition point adjacent to the site of peritoneum metastasis. Her liver lesion appear stable and there is no evidence of ureteric obstruction. The NG tube is inserted and is started on intravenous fluid and analgesia, which is the best initial measurement to help resolve obstruction. Bowel rest alone, dexamethasone, chemotherapy, metoclopramide, surgery. طيب البيشنت اصلا بتاع كانسر عسل ليميت سكتير وجانا بالتستاينال اوبستراك تمام عنده اوفريان كانسر وشالت اليوترس وشالت الاوفريز خدت 2 كيمو خدت تمام دلوقتي هي بقى ايه عندها الابدومين تندر وعندها شيفتنج دالنس والكلام ده اللي هو الاسايتس ايوه عندها اسايتس عندها هايبر اكتف باول دي يعني فيه اوبستراكشن صح برضو باول ساوند اكتف يعني في تقريبا في اوبستراكشن ايوه في صوت طالع عندها انكل ايديما برضو والسيتي قالت برضو اوبستراكشن شكله القصه دي كلها من الكيموثيرابي سايد افكت من الكيموثيرابي دي اللي خلت الفلويد دي تعمل كده طيب نتي ايه يعني طيب. مش حاجه اللي قافله ميكانيكال يعني بدي حاجه تقلل الفلويد دي صح عشان. ايوه بالضبط عشان نخلي الباول يحصل لها ريلاكس شويه مو من الديل خصوصا انه كانه في سوالينج ولا حاجه يعني كانه الباول ذاته حصل فيها سوالينج لانه في انكل ايديما وفي اسايتس بالضبط كده هو قال هنا هو قال دكساميثازون هو فعلا الدكساميثازون بيقلل الايديما في كل مكان حتى كان منديه في البرين وكده ايوه كنا بنديه برضو في قولي معايا في السوبيريور فينا كابل اوبستراكشن برضو كان بيريليف برضو البريشر اللي بيحصل ده ايوه بيريليف الايديما يعني تمام This lady has complete small bowel obstruction related to metastatic cancer. Steroid may help to reduce the inflammation surrounding by tumor and resolve the obstruction. Bowel rest is an essential component of treatment of small bowel obstruction, but unlike in case of obstruction due to adhesion, it is unlikely to resolve the obstruction when used in isolation. Metoclopramide is a prokinetic antiemetic used in pseudo obstruction to help stimulate the bowel. It should not be used in a small bowel obstruction due to risk of perforation. And alternative antiemetic may be used or should be used. Chemotherapy and surgery are both important consideration to treat tumor-related bowel obstruction that is not resolving with steroid. This is should be carefully planned with input of consultant oncologist and surgeon. With the patient fitness for this procedure assist. Seventy-five-year-old male is admitted to ICU with severe pneumonia. He has previous history of asthma. His regular medication include beclomethasone inhaler, 2-buf-BD, salbutamol inhaler, BRN. Has never smoked and drink 10 units of alcohol per week. His CRP 65 was 5 and require intubation and sedation. On his third post admission day in ICU, he is started on enteral feeding. His BMI on admission was 19. His serum electrolyte on admission was normal. The dietitian reviewed him and recommended checking his electrolyte every day to avoid refeeding syndrome.
Which of the following, if present, would be considered high risk for refeeding syndrome in this patient? BMI of سؤال دايركت برضه، خلي بالك السؤال ده سؤال مباشر كده، ملوش دعوه حتى في ايوه صح صح معك سندروم هايبوفوسفاتيميا والهايبوكاليميا ممكن. ايوه ايوه صح، دول هايبو بيكون في هايبوفوسفاتيميا وهايبو هايبوكاليميا. نيوتريشنال نيوتريشن فور 2 دايز، لا اكثر من كده صح، خمسه يوم خمس ايام. ودي ماس اندكس كان اقل من 18 ونص، اقل ايوه دي اقل حاجه في ال دي اللي هتمشي معاها 15 ونص لو كان معاه حاجه ثانيه كمان لازم تو كرايتيريا، لكن اقل من 16 لو كانت لوحدها. الله ينور عليك، اقل من 16 لوحدها، اقل من 18 واقل من 18 معاها حاجه ثانيه وتلص لازم. مثلا. صح صح، يبقى اللي هيمشي معانا ال 15% ده كتير جدا طبعا. تقريبا ايه، ما في اجابه السؤال ده، ما في كومنت. تمام، بس شكلك انت رجعت للموضوع بتاع الريفيدنج صح؟ ايوه انا شفتها صراحه، لانه انا لقيت السؤال وما لقيت له كومنت، تمام. فقلت خلاص. طيب كان احنا الريفيدنج كان بقى ايه كان عندنا في حاجتين في الريفيدنج صح؟ واحده يا اما كاركتر واحده يا اما تو كاركتر. كاركتر الواحده اللي هي الويت لوس يبقى 15% خلال الثلاث او الست شهور، ايوه او البودي ماس اندكس يكون اقل من 16 ونص، دول لوحدهم صح؟ الثانيه ايوه اقل من 16 ونص يكون معاهم حاجه ثانيه، الويت لوس اقل من 16، لكن اقل من 16 ما معه حاجه لوحده. يعني ايوه كرايتيريا ما هم مقسمينها في حاجه 1 كرايتيريا، في حاجه 2 ايوه كرايتيريا. صح، انا والله قريتهم لكن ما ذكرهم بالتفصيل، لكن في وحدات خمسه كده او اربعه، ده لازم لو لقيتهم لوحدهم خلاص لوحدها تكفي، ان لكن في وحدات لازم يكون اثنين تو حتى نقول انها هي يعني تكتمل الكرايتيريا. صح تمام. وطيب هو مش كاتب، مش معلق هنا على اي حاجه. ماشي لا لا هو ما في اجابه للسؤال ده، اوكي. ممكن يلاقينا اللي قدامه ولا حاجه معاه. طيب 29 year old female is admitted to gastroenterology ward with flare up of Crohn's disease. She has 1 week history of passing loose stool up to 8 times per day alongside severe generalized abdominal pain and fever. Her observation are as follow: heart rate 100, blood pressure normal, respiratory rate 16, oxygen normal, temperature high. C-reactive protein high. He is currently being treated with IV hydrocortisone, which she taken for 5 days. No improvement in symptom. Resistant يعني. He is currently being treated with IV hydrocortisone, which she taken 5 days. No improvement in symptom. أيوة. يعني يقول لنا ان هو ريزيستنت كيس. ايوه واخذ اي في، ما يعني اخر حاجه وصلها الاي في كورتيزون، بعده في حاجه واحده تقريبا اللي هي انه لو ما استجاب على الكورتيزون نضيف ريزيستنت كيسز والفيستيوليتنج كيسز، كنا بندي لهم ايوه الانفليكسيماب. ايوه الانفليكسيماب بالظبط. طيب biological therapy is considered in treatment of an acute flare for Crohn's disease when symptom does not improve after 5 days of IV. This lady severe active Crohn's disease and she is on day 5 treatment of IV hydrocortisone with no improvement of symptom. The next step in management should be considered, which would be anti-TNF alpha agent, infliximab or adalimumab. Oral prednisolone is used in mild flare-up of Crohn's disease, and ileocecal resection may be considered in unremitting attack, but this is, would require discussion with surgical team and correct identification of the area of GI tract that affected of by Crohn's disease. Enteral nutritional liquid diet
treatment option consider in children or young people who they are concerned about growth or side effect of treatment. Rectal mesalazine is more often used in management of ulcerative colitis rather than Crohn disease. بالظبط احنا بنستخدم هيدروكورتيزون ما بنستخدمش الميثلازين والقصه دي. تاني كنا بنستخدم الاثنين هيدروكورتيزون وميثلازين. انا سنه طبعا 29 سنه بعيد عن قصه الانترال في نيوتريشن اللي احنا بنستخدمها مع الاطفال. عشان انا معلش انا عندي سؤال على الفيستولا. هو بيجي البيشنت بايه لو حصل عنده فيستولا؟ يا اما فيستولا مع السكن هتلاقيها حاجه مع السكن ودي بتحصل زي اللي بيسموها البرينال ديزيز والكلام ده، يا اما فيستولا بين الانتستين وبعضها ده ممكن يبقى اللي يعمل لنا اللي هو الـ زي السمول انتستين بكتيريا الاوفر جروس ممكن يجي بشر زي كده، او فيستولا عدى معانا سؤال فيستولا مع الجول بلادر كانت الستون ساعتها بتقع في الانتستين وكانت بتعمل حاجه اسمها اللي هي اللي ما هي كنا بنقول عليها ايه؟ ستون ايليوس هذه؟ ايدي دي من الجول بلادر الماشية للإيليوم. لا انا نحكي على الفيستولا تبع الكرونز. انا نعرف ان البري إن الابسس بيجي البيشنت يقول انا انيبل تو سيتنج، يعني عنده فيري بين ديورينج سيتنج، يعني ممكن يجي معاها يكون فلير اب او ممكن ما يكونش معاها فلير اب. دي الفيستولا، دي البري إن الابسس. لكن الفيستولا حاجه من اتنين، يا اما فيستولا مع السكن وغالبا بتبقى في المكان ده اللي هو البري إنال، يا اما فيستولا الانتستين مع بعضها. طب هيعملوا لما الانتستين هيعملوا الفيستولا مع بعض؟ اقول لك حاجه ثانيه واحده. نفترض مثلا ان سمول انتستين ماشيه كده اوكي، الفيستولا مع بعض من هنا الطريق بقى اسهل كده، فيبقى يتراكم الستولز هنا فهتعمل اللي هي البكتيريا الاوفر جروس. لو اتعملت الفيستولا الطريق بقى من هنا اسهل كده للثانيه دي، القصة دي هتفضل هنا فيحصل بكتيريا الاوفر جروس وتعمل الاعراض دي. او يا اما فيستولا مع السكن بقى هتبان كانها زي اسمها مش عارف كان اسمها بايوديرما جانجرينوزم تقريبا او حاجه زي كده، صح ولا ايه دكتور مجاده؟ القصه دي دكتور مجاده شكلها بتتعشى. لا نامت شكلها نامت. معلش انا ما حضر معاك السؤال، انا شفت اسمها ده بس ما حضرت السؤال. الدكتوره بتسال على الفيستولا بتاعه الكرونز، فانا بقول لها تقريبا فيستولا يا اما مع السكن وغالبا بتبقى بتعمل بري انال الابسس والكلام ده، يا اما مع الانتستين مع بعض فهتعمل لنا اللي هو البكتيريا الاوفر جروس والقصه دي بتاعت السمول انتستين اوفر جروس. فلما كانت بتفتح تقريبا مع السكن كانت برضو ساعات بتعمل حاجه اسمها بايوديرما جانجرينوزم او حاجه زي كده لو تفتكري. بايوديرما. طيب اوكي، ما هي في النهايه حتكون يعني حتكون مكان الانفكشن يعني. بالظبط. ما هو يعني انت في النهايه انت عايزه معلش دكتور انا انت عايزه مثلا الساين يعني مثلا انا كيف اعرف انه في فيستولا؟ كيف تعرفي انه في فيستولا؟ طيب الفيستولا هي عارفه حتلاقي فيه ليكينج للانتستينال كونتنت اوكي، يعني شوفي احنا في الستول عامه او لما يكون في بلكي ستول بتطلع صح؟ فانت لما تلاقي في ليك الانتستينال كونتنت ممكن تكون على السكن زي ما قال دكتور حسن، يعني ممكن تكون دايرك على السكن وممكن تكون يعني بين الانتستينالز اوكي، وممكن تكون مع الكولون على حسب وين الفيستولا هي موجوده، بس عامه بيكون في ليكي وهي بتكون يعني ممكن تعمل لنا ساينس بتاعت الجروث يعني او البكتيريا اوفر جروث. طيب لو كان مثلا يعني بين السكن هي حتعمل لك سكن انفكشن
حتكون باينة، حتلاقي إنه في ليكن ظاهر، يعني كل ما أنت تجد يعني تنظفي تلاقي لسه في ليكن ليكن ليكن. طيب مع الكولون نفسه هنا ما حتظهر لك بشكل واضح، يعني مع الانتستاينال يعني. ألو معي؟ معاكي. في الانتستاينال جوا ما حتظهر لأنه هي مع بعضيها يعني حاجة جوا بعض يعني، بس بيكون إنه في ريسك للبكتيريا أوفر جروث. طيب لو كانت مع الكولون بتلاقي الانتستاينال كونتنت نازل على الكولون على طول، يعني بتلاقي انه ممكن يكون دياريه، ممكن يكون يعني عامه هي بتجي بدياريه يعني، او بيكون في يعني مش عارفه يعني انه مثلا بيكون مور فلويدز يعني كده، بس فلويد تو بتبقى ليك، عارفه؟ انه زي البروتونايتس معناها حتجي، اذا اصلا بقى في فلويد برا في الابدومين معناها حتعمل بروتونايتس صح؟ لا لا، البروتونايتس حاجة تانية. لو أنا لا طلعت، لكن ما هو الكونكشن ما حيكون مع البروتينيوم. لا لو كانت مع البروتينيوم ده يبقى بروفريشن، ده بروفريشن بعد كده. صح، لو حصل بروفريشن هتعمل بروتونايتس، أما لو عملت فيستولا زي بريدج بين واحدة وواحدة ممكن تعمل بكتيريال أوفر جروث زي ما أنت قلت. صح. طيب البريدج دي يعني تكون ما بتكون مفتوحة؟ ما بتكون مفتوحة على الأبدومين؟ يعني كيف يكون يعني انا فاهمه فيستولا دي يعني فيستولا بيبقى الاثنين الوول بيبقوا انفليمد فبيلزقوا في بعض، بعد ما بيلزقوا في بعض بيحصل زي نيكروزز كده للبتاع وتبقى ايه زي بريد زي بينهم. يعني ما في ما بيحصل للكيد برا بس جوا في بعض. لو كان في سكين بيحصل، لو كان مع السكين بيحصل. لا غير السكين، في السمول انت في الاستسس ذاته ما بيحصل انه تنفتح يعني زي البرفوريشن يحصل فيها؟ ما قصدك الانتستين يعني مع بعض صح؟ انتستين مع الانتستين صح؟ ايوه ممكن يحصل بين الانتستين مع بعض من الانتستين والكولون، او مع مش عارف مع السكين يعني، اي حاجه بتكون يعني ممكن تكون كله ممكن يحصل، بس مع البروتينيه لا تبقى دي بروفريشن هنا يعني ما حتبقى يعني فيستولا. بس بتلاقي دايما اللي هم شوفي يعني انا اقول لك حاجه يعني ملاحظ جدا في ناس الفيستولا، دايما بتلاقي انه بيكون في ديشارج من غير ايفن ما يعمل ديفيكيشن، غير يعني بتلاقي انه في ليكن حاصل يعني تمام. زي دول دايما يعني بتحس انه كده يعني لازم ما بعرف بيلبسوا دايبرز تقريبا، دايبرز او بيلبسوا شيء يعني، لانه ما 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 يعني صعب انه الا يعملوا فيستولوتومي او مش عارف اسمها فيستولوتومي. ده بالنسبه للانل. ايوه الانل بيكون واضح، بيكون عندهم يعني زي الان كنترول كده صح؟ ايوه ما في كنترول بالضبط يعني. فبس ان شاء الله يكون عندهم بين في السيتنج كمان. ما تمام مشكوره. لا ما عندها علاقه بالبين، عارفه الفستولا دي كانه انه شيء يعني انت من جسمك طالع بس من غير ما في كنترول منه، ما في يعني حاجه يعني اوت اوف كنترول، لا في سفنكترز بيمنع، لا في على حسب يعني المكان اللي حصل فيه، لا في سفنكترز، لا في اللي هو يعني مسل كنترول، لا في ما في. وممكن زي ما قلت تحس ان يكون على البنت تكون المصل سليمه، لكن هو لانه اصلا بيعدي بيفتح من نفسه وبيفتح يعني كده ما عنده شغله في السفينتر. بس الا اذا حصل ابسس يعني، ما هو يعني مثلا لو على طول ممكن يحصل ابسس، فبيكون يعني فيري ريسكي انه يحصل انفكشن. لو حصل ابسس هنا او حصل بص او كده في اللحظة دي بس حيكون في يعني حتحصل حيكون في pain وكده يعني، اللي هو حيكون باعتباره abscess يعني اللي هو أيوة. وتقرؤنا برضو الحتة دي، هو شرح القصة دي هنا كويس. طيب Crohn's disease is notorious for development of intestinal fistula. This is may form between rectum and skin pre-anal or small bowel and skin. يعني ال small bowel ذاتها ممكن تكون مع السكن،
الريكتم مع الاسكين، ايوه عاديه. السمول باول ما مع السمول باول مع الاسكين. فيستيوليتنج بتوين لوب اوف باول مي اولسو اوكير ان ريزلت ان بكتيريال اوفر جروث اند مال ابسوربشن. مانجمنت اوف انتيريو كوتينيوس فيستولا انفولفينج كنترولينج سيبسيس، ايوه بتحصل سيبسيس يعني. طيب اوبتمايزنج نيوتريشن، imaging the disease and planning definitive surgical management. يعني هو بيقول لك في فيستولا بقى سيبتك، اعمل كنترول، شوف النيوتريشن بتاع النيوتريشن، هيقول لك يبقى ايه وضع النيوتريشن عشان الفيستولا اللي من تستن دلوقتي، عالج السيبسز ودخلوا العمليات. يعني كلام عام جدا، يعني مش في حاجه اصلا. هو عيان الكرونز بيبقى فيستوليتنج، يعني بيتعمل فيستول. عيان الكرونز ده في الغالب هتلاقيه هيوصل يقعد كام شويه كده ويخش جراحه يعمل فيستولا تاني وهكذا. لذلك بالظبط يعني كان على نقول لكم كلام الدكتور الشافعي، كان بيقول الدكتور الجراح اللي حظه سيء اللي بيجي له العيان بتاع الكرونز، لانه بيعمل العمليه وبعد شويه يقول له ده انت مش عاملها كويس لان هي عملت فيستولا، يجي يعملها له مره تانيه وهكذا وهكذا. يقول هي الفيستولا عموما حاجه ويطلع جراحه يهرب من العيان ده. حاجه صغيره الفيستولا في اي مكان، حتى حاجه اليورين، حتى وحتى على فكره لو بيعمل سيرجري ملهاش علاقه بالفيستولا خالص بيحصل فيستولا من بعد الجراحه. بالظبط، هو فيستوليتنج يعني بيعمل كده. انا شفتها قبل كده مع الفاجينا ومع البلادر ومع السكين. وكرونز برضه موجود هنا في السعوديه برضه كتير. طيب لنا ناخد سؤال جديد.38 year old female present to emergency department with 6 hour history of severe upper abdominal pain with radiation to the back. She report some nausea and vomiting but denies any diarrhea or fever. She has no significant past medical history apart from laparoscopic appendectomy or appendicitis when she was 20 years old. And a normal vaginal delivery 5 years ago. She does not smoke but has 1 glass of wine approximately 3 times per week. She looks unwell and examination of her abdomen reveal epigastric tenderness. Hemoglobin normal, platelet normal, white blood cell high, neutrophil high, lipase high, total cholesterol normal, صح؟ ولا normal 4 point something. High density normal تقريبا، low density high شوية، triglyceride high لأنه تقريبا 1.7 ده normal. What is the most likely underlying causes of her symptom؟ هي بتشبه ال history بتشبه البنكرياتيتس صح؟ لأنه epigastric pain وradiation للباك. ايوه ده تيبيكال حق البنكرياتايتس بجاستريك بين وراديات للباك تمام. و طيب ما عندها حاجه. اشهر سببين بقى الكحول والستون، هي الكحول ايوه تمام جلاس اوف واين. الجلاس دي تخيل لي حاجه شويه صح، دي يعني ما وصلت بس كان قلنا يا دكتوره قلنا تقريبا 6 يونت تقريبا ولا كام، قليل 14 هو دايما الماكسيمم 14 يونتس بير ويك. لكن ده ما اعرف الجلاس دي كم، والله الجلاس ده ما اعرف هو 1 يونت ولا 2 يونت. الجلاس ده تقريبا يونت، هو كده عامه على احد بيقول